النهاردة ان شاء الله هنشتغل غرزة بسيطة بالكروشيه التونسي اسمها الغرزة العدلة. طيب انا مبتدئة، معرفش اي حاجة عن الكروشيه اصلا، مفيش مشكلة نتعلم مع بعض. اوكي، اول حاجة قاعدة البداية، تمام. ابرة الكروشيه التونسي يا جماعة بتبقى طويلة كده، دي ابرة رقم 7. بسم الله، طبعا انا هعمل عدد عادي لان دلوقتي مش مضطرة لأي مقاس، مجرد حاجة بسيطة بس. تمام، دي السلسلة. طبعا في التونسي باخد كل حاجة من السلاسل دي على الإبرة عندي بالشكل ده. المرة الجاية ان شاء الله هنعمل بيها بلوفر اهو، زي ما احنا شايفين كده من الجنب ده. بقى اخر حاجة خالص في الغرزة برتفع سلسلة واحدة المنظر ده. اوكي، بعد كده بسحب كل 2 مع بعض. السطر ده يا جماعة غالبا بيبقى في كل الكروشيه التونسي واحد، ما بيحددش شكل الغرزة ابدا، بيبقى صف البداية عامة، من اول الصف اللي احنا هنشتغل فيه ده بيحدد شكل الغرزة. دي اول هي سلسلة، ودي التانية. طبعا لو جيت عملت دلوقتي، بصوا ادي السلسلة وشها اهي، والظهر بتاعها اهو، تمام. بدخل الإبرة ما بينهم وبسحب، تمام. تاني بدخل الإبرة ما بينهم وبسحب، بدخل وبسحب بالطريقة دي. اخر حاجه باخد الاتنين مع بعض، اللي قدام واللي ورا، وبسحب يبقى بالشكل ده برضو على الابره. اخر سلسله زي ما اتفقنا برتفع سلسله كمان، بعد كده بسحب كل 2 مع بعض. اوكي، نعمل تاني. ما بين السلسلة وبسحب، ادخل ما بينها وبسحب. برضو اخر واحدة باخد الاتنين مع بعض اهو، واسحب، بعد كده بارتفع سلسلة، تمام. كله دلوقتي اهو، وما نخافش ان الغرزة دي اصلا بتبقى بترول كده، بس لما بتيجي نعمل بيها حاجة بتبقى بصراحة جميلة جدا.
يعني لو غلط معاكي كده مش مشكلة، وعلى فكرة ممكن نستخدم الظهر بتاعها، يعني هي ظهرها برضو بيبقى جميل جدا، لأن يعني الكروشيه التونسي قريب جدا يا جماعة من التريكو. صف كمان شايفين شكلها عامل ازاي. هنا يا جماعة ما برتفعش اي حاجة، الارتفاع بس في دي، هرجع لكم تاني بعد ما تكبر شوية. رجعنا لكم تاني، بصوا يا جماعة شكلها بقى جميل ازاي. هي بس مشكلتها الوحيدة ان هي بترول كده، فما تخافيش يعني لو حصل معاك الموضوع ده. والظهر اهو شكله عامل ازاي، نشتغل صفا مع بعض عشان نشوفها وهي كبيرة في الشغل. اخر واحدة اخد السلسلتين مع بعض، ارتفع واحدة نسحب كل اتنين مع بعض. الطريقة دي كده بقى خلصنا النهاردة. ان شاء الله المرة الجاية هنعمل بيها بلوفر رجالي، طبعا بيصلح برضو حريمي واطفالي، ويصلح يدخل فيها لون تاني بصراحة، يعني بتعمل بيها حاجات كتير جدا. اوكي اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامة.